رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فكان يقول لهم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خير تلك الليلة فقد حرم الخير. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طرق قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام.